سروا إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة. يقول السائل: ماذا تعرفون عن الشيخ أبي عمار محمد بن عبد الله با موسى؟ كثير من طلبة العلم السلفيين في اليمن لا يعرفونه. الشيخ أبو عمار أحد المشايخ السلفيين المعروفين الذين لهم جهود طيبة في الدعوة إلى الله ونشر العلم ومركزه مسجد السلام في الحديدة حي الربصة، وهو معروف من فترة ليست قصيرة بل طويلة من حياة الشيخ مقبل، ومسجد السلام قائم بالعلم والدعوة ونشر السنة ونشر الخير، وهو الآن مقيم في مكة شرفها الله، وجلوسه هناك فرغه للتأليف، فله مؤلفات عدة تمت وهو هناك، وبحمد الله جل وعلا قد نشر الله على يديه في محافظة الحديدة علما كثيرا، وجهوده الدعوية في المناطق الساحلية معروفة، فكنا نمشي في قرى ونرى الأوراق معلقة في المساجد، الله أعلم كم لها ملصقة، ما أحد أبعدها في محاضرات له في قرى بعيدة، فهذا يدل على ما كان يقوم به حفظه الله. وكون بعض طلبة العلم لا يعرفونه هذا بسبب تواضعه جزاه الله خيرا، وأيضا كونه بعيد في هذه الفترة، وإلا فهو معروف ومشهور لدى جميع مشايخ أهل السنة وطلبة العلم الكبار المستفيدين الذين مرت لهم سنوات في الدعوة، فهو لا يخفى عليهم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.